هربا من ارتفاع درجات الحرارة وما تعانيه المدن الليبية من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، تتجه العائلات الليبية لقضاء يومها على الشواطئ للاستمتاع بمياهها والتجمع في جلسات سمر تلتئم فيها العائلة على رمالها. الأطفال هم الرابح الأكبر في موسم الاصطياف، وزيارة البحر فهي فرصة لمزيد من التواصل وتعلم مهارات جديدة ومجال رحب للاستمتاع خلال العطلة الصيفية وتوقف الدراسة. إقبال كبير تشهده الشواطئ على طول الساحل الليبي، فالليبيون والبحر قصة قديمة جديدة، فهذه الرمال وتلك المياه طالما كانت ملجأ لكثير من الراغبين في المتعة وتغيير الأجواء والهرب من هموم الحياة اليومية.